مشاهدينا الكرام برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم عبر الكتاب مع موضوع جديد شيق أيضا في حلقتنا اليوم أهلا بيك دكتور أشرف عزمي أهلا بيك يا أهلا بيك بيتر بيك وأهلا بكل سادة المشاهدين في كل مكان أهلا بيك النهاردة موضوعنا مختلف هل الاستشهاد في المسيحية هي أو هو غاية بنسعى إليها؟ هل هناك أمر كتابي موجود داخل الانجيل في العهد القديم او العهد الجديد بين ضفتي الكتاب المقدس ايه تحث او تامر اي من المسيحيين الان ان يذهب للاستشهاد؟ هل في غايه بنسعى اليها هنحصل عليها لو سلكنا هذا الطريق؟ كل دي اسئله مهمه جدا، خلينا النهارده نشوف ونبحث حول هذا الموضوع الاضطهاد والاستشهاد اهلا بيك مره ثانيه يا دكتور عزم اهلا بيك يا بيتر وهو طبعا موضوع كبير جدا لانه احنا عايزين ناخد الموضوع من وجهه نظر الكتابيه فحابين نبدا من حيث بدا الاضطهاد في الكتاب المقدس ونشوف كمان الرب يسوع قال عنه ايه والعهد الجديد قال عنه ايه <applause> وبعدين نحاول نجاوب على الاسئله الشائكه اللي انت طرحتها من وجهه نظر كتابيه يعني, يعني علشان الساده المشاهدين يكونوا متابعين معنا احنا في ايام طبعا من من 2000 سنه من اول ما, ما اعلنت الكنيسه في العالم وبدا الاضطهاد وبدا الاستشهاد وبدا كل ده لكن الاونه الاخيره والسنوات القليله الماضيه زادت فيها اكتر فسمعنا كلمة كتير و واحنا عايزين النهارده نفهم مش من وجهه نظري او من وجهه نظر حضرتك او تعاطفا زي ما بيكون في اوقات كتير لكن عايزين النهارده نكون بين ضفتي الكتاب نفكر مم. ونتعلم واللي واللي الكتاب دايما بيعلمه لنا هو دستورنا مم. اللي مم. بنمشي عليه طيب خليني ابدا الاول من بدايه مم. القصه انا دايما فقط. احب اخد اي موضوع لازم اخده من البدايه بدايتو. ما ينفعش ان احنا ناخده من من نصه م. من العهد الجديد ونكمل لكن لازم ناخده من البدايه موضوع الاضطهاد موضوع قضيب قدم وجود الانسان على الارض م. وبالاخص ارتبط بما بعد السقوط يعني امتى امتى حصل اضطهاد حصل اضطهاد من اول ما قال الرب هذه الكلمات في اصحاح ثلاثة من سفر التكوين واضع عداوه بينك وبينها م. هو بين نسلك ونسلها بيتكلم عن الحيه فهنا صار اول مره تستخدم كلمه عداوه وكويس وعداوه ما بين نسل ونسل اخر هذه العداوه هي مصدر الاضطهاد ومصدر الالم ومصدر القتل ومصدر التشرد التشريد ومصدر آه كل انواع العذاب اللي انت بتشوفها. حضرتك تقصد العداوه اللي ما بين الانسان العداوه ما بين الانسان ك الخط لانه صار خطين من هذه اللحظه، صار الخط التقي البار اللي اتى منه المسيح وصار ايضا النسل الحيه مش معنى انه حياه صغيره لا اللي هم لهم فكر الشيطان وفكر الخطيه والشر فصار هناك دايما نسلين م. هؤلاء النسلين في بينهم صراع، صراع كبير جدا. ال... عشان كده لما نيجي مثلا قايين يقول الكتاب قايين قام على هابيل اخيه وقتله في اصحاح اربعه. لكن لما نيجي ليوحنا الحبيب يقول لنا ايه؟ ليس كما كان قايين من الشرير، م. يبقى قايين كان منين؟ من الشرير، انتم من اب هو ايه؟ ابليس. هو ابليس وذبح اخاه، يبقى الشر بيقود دايما الى ايه؟ الى الذبح يعني يعني اي قاتل نفس او اي انسان شرير هو قاتل نفس، ولماذا ذبحه؟ هنا بيديني سبب، لان اعماله كانت شريره، يبقى م. في واحد كانت اعماله كانت شريره اللي هو قايين، واعمال اخيه اللي مات كان كان ايه؟ كان بر، يبقى السبب اللي قام من اجله قايين وقتل اخوه هابيل انه هو كان شرير وأعماله شريرة وأخوه كان بار وأعماله بارة فده ده بيوضح لنا الصورة كويس قوي فالاضطهاد والتفرقة والألم بدأ بعد السقوط نتيجة وجود هذه العداوة دايما الظلمة بتبغض النور م. دايما آآ آآ نسل بلعال بيضطهد أبناء الله م. يعني هنلاقيها واضحة قوي في الكتاب المقدس خد مثلا نسل إبراهيم ونسل كنعان يعني وما زال هذا الصراع موجود إلى الآن. م. يعني خد مثلاً إسحاق وإسماعيل. خد كمان يعقوب وعيسو. م. يعني فكل كل هذه يعني لو خدت إبراهيم وطبعاً إسحاق ويعقوب هما النسل اللي أتى منهم المسيح ده النسل المبارك. هتلاقي مثلاً كنعان وإسماعيل وعيسو دول المرفوضين الذي لم يأتي منهم المسيح، لكن هناك دايماً عداء آآ آآ حتى لحد النهارده يعني م. خد حتى الفكر الاسلامي كل ما ينظر الى اليهود ينظر على انه إيه؟ ينظر على انه ابناء القرده والخنازير يعني م. يعني ينزل على انه لعن شعب ملعون يتمنوا ابادته يعني انا مش بتكلم على صراعات سياسيه انا بتكلم على الفكر اللي موجود منذ القدم يعني نيجي نيجي مثلا للكنيسه الكنيسه هي جسد المسيح هي عروس المسيح موجوده في العالم الشرير <applause> فبالتالي العالم الشرير بيعمل ايه بيضطهد الكنيسه <applause> وده منذ نشاه الكنيسه وولادتها في يوم الخمسين بدا هذا الصراع النور في صراع ما بين النور والظلمه باستمرار هتلاقي كمان زي ما قلت ابناء, أبناء الله وابناء بلعام فده دي نشاه دي نشاه الاضطهاد <applause> فالاضطهاد لم يكن جزء من خطه الله الاصليه للانسان ولم يكن جزء من خطه الله الاصليه للخليقه لكن الاضطهاد اتى نتيجه السقوط نتيجه امتلاك شر الانسان على الانسان وامتلاك الخطيه على الانسان فاصبح الانسان الشرير بيبغض كل ما هو لله فاصبح يضطهد المؤمنين كويس فده ده هذا هو الصراع اللي, اللي لازم نشوفه من البدايه وطبعا بنشوفه في اوقات بيشتد جدا وفي اوقات بيموت أوقات تانية يشتد واوقات يموت زي مثلا لو جينا النهارده العالم العربي نجد انه هذا الصراع على اشده يعني شديد جدا واخد اشكال مختلفه وفي اماكن مختلفه انظر للي حصل على يد داعش في سوريا او في العراق او في ليبيا او في اللي بيحصل الان في مصر كويس وفي اليمن في السعوديه في كل هذه البلاد في أوروبا في اه بتجد و... بالضبط اتجد بالظبط تجد هناك هذا الصراع بدا امتى الصراع ده بدا بعد السقوط نتيجه ايه نتيجه السقوط والخطيه طب امتى ينتهي اه لما يجي الرب يسوع لما يجي الرب يسوع طيب ممكن نضيق الدايره شويه احنا طبعا. احنا جايبينها من ورا قوي قوي يعني من قايين <applause> <applause> يعني عايزين نقرب شويه من الحدث أوكي. خلينا نقرب لل... للكنيسه يعني آه. وللعهد الجديد طبعا يعني انا حبيت بس اوضح طبعًا الصوره طبعًا امتى بدات لانه لما بنفهم امتى بدات وليه بدات مم. بنقدر ان احنا نشوفها في خطه الله الكبيره للفداء يعني وتاريخ الفداء اللي صنعه الرب حضرتك شرحت لنا نشاه الاضطهاد بالظبط نشا امتى نشا بعد السقوط فورا. نتيجه للسقوط م. اول ما قام قايين على اخيه وقتله نشأ ده كان اول مظهر من مظاهر الاتحاد تمام. يعني هو وجد جوه قايين لكنه مورس واتعمل اول ما قام وقتل وقتل اخوه رأيك. وزي ما يوحنا قال لان اعماله كانت شريره ولان اعمال اخيه كانت برا، فيوحنا قالها لي بكل وضوح ومن اللحظه دي وحتى الان يطارد الخير بالظبط تمام ده ليس معناه ان هناك اله شر واله خير واله الشر أعمال بيحاول اه, آه أعمال لانه عندنا اله واحد طيب. نحن لا نؤمن بال بالثنائيه آه آه او الدوليزم لكن نؤمن انه وجود اله واحد صانع سماوات الارض مسيطر على كل الاحداث لكنه آه نتيجه دخول الخطيه الى العالم صار هذا الشيء موجود رائع، نروح على الكنيسة نروح وده على هدفنا النهارده أوكي. من الحديث. جميل، نروح على الرب يسوع ليه كل المجد لأنه الرب يسوع كلمنا كتير م. عن الاضطهاد والرب يسوع ما فرش لينا الأرض بالورود م. يعني هو كان أمين جدا وصادق جدا كعدته حتى في آآ آآ كلامه عن الاضطهاد وكلامه عن الآلام. م. شوف م. الرب يسوع في الموعظة على الجبل قال ايه للمؤمنين قال لهم طوبى للمطرودين واحدة من التطويبات طبعا يعني كلمة توبة يعني يالا سعادة ودايما الواحد يقول يعني ايه يعني يالا سعادة يعني آه يالا سعادتي لما, آه لما أتخرج مثلا أنجح اتجوز لكن الرب يسوع بيقول يالا سعادة المطرودين من أجل البر وهنا خلي بالك لأن أعماله كانت ايه شريرة وأعمال أخيه كانت بره صح فهابيل مات لأجل أعماله كانت برة الرب يسوع بيقول هنا طوبى للمطرودين من أجل إيه؟ من أجل البر <applause> كويس؟ مش لأجل سبب تاني لا لأجل سبب سياسي ولا لأجل سبب اجتماعي ولا لأجل إن الرب يسوع بيتكلم عن المطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات طوبى لكم إذا عيروكم نفس الجروب اذا عيروكم وتردوكم وقالوا عليكم كل كلمه شريره من اجل كاذبين افرحوا وتهللوا لان اجركم عظيم في السماوات فانهم هكذا طردوا الانبياء الذين قبلكم يبقى هم بيقول انها مطرودين كويس من اجل البر بيقول عليهم معيرين ومطرودين بيقول عليهم انه بيتقال عليهم كلام شرير طبعا وده كله موجود النهارده في عالمنا العربي لو حبينا نطبق دون طوبى للمطرودين يا ناس اتطردت من بيوتها انا مش بس اتكلم عن مصر اتكلم عن العراق اتكلم عن سوريا مش بس التاريخ الحديث التاريخ القديم كله تاريخ منذ ان دخل الاسلام الى عالمنا العربي وهو تاريخ مليان بالطرد والتشريد والقتل والذبح الى اخر هذه والتهجير وده كله قديم وجديد موجود يعني تردوكم وقالوا عليكم كل كلمه شريره يا ده احنا بنسمع بودننا الدعاء علينا يعني يعني في مجتمع يوم الجمعه تسمع بودنك الدعاء عليك وعلى حياتك وعلى جسدك وعلى بيتك وعلى مالك ويعني يعني وافرحوا و و وتهللوا ان اجركم عظيم فانهم هكذا طردوا الانبياء لا ففكره فكره الرب يسوع عايز يقول ايه؟ الرب يسوع عايز يقول انه البار اللي هيعيش بالبر في وسط عالم شرير هيضطهد كويس لكن احنا مش نظرتنا على الـ الـ الارض احنا دايما نظره المؤمن هي للسماء مش بيسكن نفسه بالسماء يعني مش بيخدر بالسماء، البعض بيفكر انه اه فكره ان احنا رايحين السماء دي ده تخدير يعني او او افيونه كويس م. انت بتاخد جرعه من الافيون آه علشان تخليك تتحمل لا ده ايمان حقيقي م. انه الام الزمان الحاضر لا, لا تقاس بالمجد العتيد م. و واللي بيخلي المؤمن يحتمل مش بس انه هو رايح السماء لكن كمان محبته للمسيح هي م. اللي بتخليه وهو عايش على الارض بيحب المسيح بيجعله هذا يحتمل يحتمل الالام من اجل المسيح شوف كمان الرب يسوع قال ايه قال ان كان العالم يبغضكم فاعلموا انه قد ايه ابغضني قبلكم شوف الرب يسوع ازاي رفض عير قيل عليه كل كلمه شريره أه؟ أه 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 اتالم جسديا أه كل انواع الالام النفسي والجسدي مر بيها الرب يسوع أه ف فان كان الرب يسوع اللي هو الذي لم يفعل خطيه ولم يوجد في فمه غش ان كان هذا هو رد المجتمع مع انه شفى مرضاهم واقام موتاهم واشبع جياعهم لكنه قساوه قلب الانسان كانت تجاه المسيح انه ابغضوه واسلموه حسدا فان كانوا اسلموا الرب يسوع وابغضوه فتخيل هل هيعملوني انا وانت كويس؟ يعني يعني يكفي للتلميذ ان يكون كمعلمه هو م. الكلام ده في جزء اخر. اوقات بيتفهم الكلام ده بطريقه شويه مغلوطه. انا مش اعظم من سيدي، م. سيدي راح للموت، راح للصليب، راح للالام، راح للجلد، راح للبصق، راح للاهانه، راح للتجريح، م. راح لكل انواع الاساءه بنفسه ما ما كتفوهوش وقبضوا عليه وخدوه عنوه لكنه كان رايح بارادته ده بيخلي ناس كتير تمشي في نفس السكه ونفس الطريق ده بشكل انه انا رايح للاستشهاد انا مش احسن من سيدي فاهلا بالاستشهاد وسمعنا العبارات دي كتير الايام اللي فاتت فاهلا بالاستشهاد في سبيل المسيح انا مش افضل منه ويا سعادتي لو انا نلت هذا والكلام ده كله ايه موقع ده من اولا من المسيح ومن كلمه الله خلينا اقول انه اولا لازم نفرق ما بين الام المسيح والامنا احنا كبشر م. كويس الام المسيح كانت الام نيابيه يعني ايه نيابيه يعني ينوب فيها عن الانسانيه ولاجل هذا ولد ولد لكي ما ينوب عني وعنك انه آه يقول كده انه انه ابن الانسان قد جاء لكي ما يبذل نفسه فدية عن كثيرين فالمسيح ولد لكي يموت م. كويس آه ولاجل هذا ثبت وجهه منطلقا نحو اورشليم يعني يعني راح الى اورشليم ولد لكي يموت وبيموتوا يعطينا يكون لنا حياة حياة كويس ما هو ده, ده الموت النيابي اه اه, آه. آه. انه, إنه كفارة المسيح م. وموتوا موت نيابي م. فانا لكن انا انا ما ينفعش اعمل اللي عمله المسيح كويس انا المسيح دعاني للحياه ولم يدعوني للموت دعاني ان انا احيا واشهد عنه ما قاليش روح للصليب م. كويس قال لي احمل الصليب كويس لكن قال لي ما تروحش للصليب احمل الصليب اتبعني كويس ف... فما اقدرش ان انا اضع نفسي في نفس القالب بتاع الرب يسوع انا اه بتمثل بالمسيح في كل شيء لكنه لما اجي عند موت المسيح لا يوجد موت زي موت المسيح ولا يمكن مهما كان موتي انا هيكون كموت المسيح لانه المسيح اولا هو ابن الله ثانيا هو القدوس البار ثالثا هو موته موت وموت كفاري نيابه عن خطايا العالم اما انا انا فانا ان كنت هموت فانا هموت كشخص كويس فلا يمكن ابدا نضع انفسنا في مقارنه او في تشابه مم. بيننا وبين المسيح من حيث الموت يعني اقول اللي فهمته يعني يعني انا دلوقتي كمؤمن وابن لله انتظر في حياتي في سهري في صلاتي في علاقتي بربنا اللحظه دي تيجي في اي وقت مم. واكون مستعد لها صح لكن ما روحش ليها على أمل أنه أنا لي المجد ولي لا 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 الـ لا الـ الاستشهاد يعني الأكاليل و... وأنا نجم همتاز وقتها عن نجوم أخرى أو نحن كده نحن آه ندخل السماء أولاً وأخيراً على حساب دم يسوع المسيح ما فيش دخول للسماء بدون المسيح من له الإبن له الحياة ما ليس له الإبن ليست له الحياة هو قفلها ايا كانت شكل الموتى كان او الاستشهاد النهائي ان شاء الله أو... حتى لو كان آه. ايه؟ من له آه. الابن له الحياه، من ليس له الابن ليست له الحياه. ده كلام الرب يسوع نفسه. آه. انا داخل السماء على اساس عمل المسيح، كويس؟ الاستشهاد ليس هو الغايه بتاعتي. انا هتكلم عن الاستشهاد ومعناه، كويس؟ آه. لكن الغايه بتاعتي ان تكونون لي شهودا في اورشليم والسامره واليهودية وإلى أقصى الأرض ده, ده الدعوة اللي دعاني إليها المسيح المسيح لما قبل ما ينطلق لو جمع التلاميذ ما قال لهمش أنا دفع علي كل سلطان ممن في السماء ومن العرض روحوا موتوا من أجلي قال لهم لا دفع علي كل سلطان ممن في السماء ومن العرض اذهبوا وكريزوا للخليقة كلها بالإنجيل وعلموهم أن يحفظوا كل ما قلت لك وها أنا معكم كل الأيام فإحنا عندنا دعوة خاصة للحياة من أجل المسيح إذا هذه الدعوة كان ثمنها الموت نموت لكن ليس الموت هو الغاية أن آه. نحيا من أجل المسيح هو الغاية غايتنا أن نحيا من أجل المسيح وأنا أتكلم عنها بالتفصيل لأنه كلمة شهيد وشاهد عايزين نوضح كلها المعاني هنوضحها علشان في لبس طبعا كبير لكن خلينا نكمل آه. كلام الرب يسوع لانه مهم جدا لو كنتم من العالم لكان العالم يحبكم لانه يعني لو انتم اشرار والعالم وضع في الشر فالعالم هيحبكم ولكن لانكم لستم من العالم بل انا اخترتكم من العالم لذلك يبغضكم العالم م ودي حقيقه لانه دايما الظلمه تبغض النور ليه لانه كل اعمال الظلمه بيكشفها النور. م. ف يعني الانسان اللي عايش في الشر ما يحبش الانسان البار، ليه؟ لانه من خلال حياه البار بيكشف الظلام اللي عنده. م. فبيوبخ فهو يبغض النور. كويس؟ والرب يسوع قال كده لانكم لستم من العالم، شوف كمان قال ليه. ليس عبد اعظم من سيده ان كانوا قد اضطهدوني فسيضطهدونكم، وان كانوا قد حفظوا كلامي فيحفظون كلامكم. في أكتر من وجود الرب المجد بنفسه على الارض في أكتر من كده كان المفروض الناس يعني تخضع وتعبد وتكثو و و و و وتطيع لكن العالم عمل ايه طهدوا اليهود والرومان عملوا فيه ايه طهدوا هل في كلام الرب يسوع شيء غلط لا ده لم يقل احد ولم يعلم احد كما علم الرب يسوع ده علم أحب أعدائكم باركوا لعنيكم صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ده علم بأنه لما تصلي أدخل إلى مخدعك وصلي لأن أباك الذي يرى في الخفاء يجازيك علينا قال ده لما, علم قال أنه ليس الزنا هو العلاقة الجسدية فقط لكن من نظر إلى إمرأة في قلبه ليشتهي فقد زنا بها علم تعليم لم يعلمها أحد هذه التعليم لو قبلها العالم وعاش بها لتغير العالم الأفضل لكن لأن العالم يريد ان يعيش في الشر ويريد ان يعيش بمبادئه هو اضطهد المسيح، فان كانوا قد اضطهدوا المسيح فسيضطهدونكم وليس العبد افضل او اعظم من سيده. دي حقيقه مهمه ليه؟ لانه مع كل الاحترام طبعا في ناس كثيره النهارده بتنادي ان انت اول ما بتقبل المسيح يعني الخير هيجي عليك من هنا ومن هنا. قوه السماء هتنفتح عليك فيش حد هيأذيك هي هتعيش صحيا زي الفل ولا حتى يبقى عندك مرض ولا انفلونزا ولا, ولا 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 برد ولا ولا ولا, ولا اي الحاجات دي الغنى أطير. الغنى, أصبح الغنى أصبح الفاحش هتعيش فيه م. كل الكلام ده غلط كل الكلام ده لما نحطه امام يعني الرب آه. آه. يسوع في بركات في بركات انا مش بالغ البركات لكن الرب يسوع في نفس الوقت بالظبط اه بالعكس ده الرب يسوع قال ده انتوا لانكم هتتبعوني هتتالموا يعني انت لو انت عايز تتجنب الالام ما تتبعش الرب يسوع هو احنا بنربط شويه كلمه بركات بالامور الماديه عشان كده الظاهر هو اللي بيبقى عنوان انت مع مبسوط ومش محتاج حاجه وماديا كويس يبقى انت رب ربنا راضي عنك دي ثقافه عربيه يعني هي مش ثقافه عربيه مش ثقافه بالكلمة. كمان لكن يعني البركات ان انا ابقى في 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 الظاهر فقير فقير كل حاجه محتاجها مثلا، لكن عندي في داخلي بركه اكيد البركات مختلفة. الروحية وحتى الرب بيعتني باولاده مم. انه الله لا يترك يعني لا يترك اولاده بيهتم بيهم وبيعتني بيهم وبصوره او باخرى مم. وبيسدد احتياجاتهم، لكن انا بكلم على فكره انه انت تقبل المسيح وكل مشاكلك هتتحل، انت ممكن تقبل المسيح وكل مشاكلك تتعقد مم. ليه لان انت لما تقبل المسيح انت اتغيرت العالم لا يحب هذا مم. يعني يا ناس اخواتنا اللي جم العابرين مم. لو قلت لهم اقبل فكره تقبل المسيح وحياتك تبقى في سلامه يقولك انت مجنون مم. لان احنا اول ما قبلنا المسيح حياتنا بقت في سلام بقينا في سلام مع الله آه. لكن اهالينا طردونا البلد بتضطهدنا بعضنا وضع في السجون بعضنا آه. بيتالم بعضنا فقد حياته بعضنا فقد شغله ودي الحقيقه دي الحقيقه ليه رد. لانه العالم بيضطهد المؤمنين مم. وكل من يريد ان يعيش بالبر والتقوى يضطهد عشان كده رب يسوع عليه ليس عبد اعظم من سيده وعشان كده رب يسوع لما قال لنا قال لنا ايه قال لنا كن أمينا الموت في رؤية 2 وعدد 20 لما بيتكلم الكنيس كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة مم. أو أعطيك الحياة كإكليل كن أمينا الرب كل اللي بيطلبه مني إن أنا أبقى أمين ودي الحياة اللي بتاعتي اللي أنا عايشها إن أنا أكون أمين شاهد أمين للرب في حياتي على هذه الأرض مم. شوف كمان الرب يسوع قال لما اتكلم عن مثل الزارع وده من المثل المشهور جدا الامثال اللي ضربها الرب يسوع م. قال ايه قال المزروع على الاماكن المحجره يعني في بعض الحبوب وقعت في ايه على اماكن محجره فالتلاميذ قالوا له تفصل لنا المثل يعني م. اللي وقع على الطريق واللي وقع على الارض محجره واللي وقع على الارض جيد يعني فصل لنا المثل فقال المزروع على الاماكن المحجره هو الذي يسمع الكلمه يبقى في ناس بتسمع الكلمه كويس وحالا يقبلها بفرح انا حاضر الاجتماع سمعت كل وعظه جميله وقبلتها فرح ولكن ليس له اصل في ذاته، يعني لم يمتد بجذوره في الايمان بل هو الى حين فاذا حدث ضيق كويس او اضطهاد من اجل الكلمه فحالا يعثر، او لما يحصل ضيق ويقولك لك لا يا عم انا أي انا انا كنت ماشي لما كانت كويسه الامتحان يعني اه م يعني انا معاك يا رب طول ما هي كويسه، او لما تبقى صعبه يعني شكرا انا في حال وانت ايه وانت في حال ف... ف... فحالا يعثر وفي م. ناس على مدار الكنيسه حصل فيها كده في ناس مش كده واحده من يمكن بركات الاضطهاد انه بيعمل عمليه غربله بيفصل الحنطه عن الزوان الزوان عن القش والقشر فبيعمل عمليه غربله في ناس كتيره في الكنيسه وعايشة في الكنيسة وبتروح الكنيسة لكن ليس لها اصل في ذاته في ذواتهم. أول ما يحصل ضيق يقول لك لا عم أنا كنت مفكر إن الحياة المسيحية آه يعني أنا هاخد اللي أنا عايزه. إن الطريق سهل. الطريق ومش سهل. ومش كرب. وليس اه, آه. آه. لكنه ده آه كلام الرب يسوع. ولكن الرب يسوع ولكن احذروا من الناس بيحذر تلاميذه اللي طالعين إلى العمل المرسلي في مت أصحاح ولكن احذروا من الناس لانهم سيسلمونكم الى مجالس وفي مجامعهم يجلدونكم وتساقون امام ولاه وملوك من اجل شهاده لهم وللامم وتكونون مبغضين من اجل الجميع من اجل اسمي ولكن الذي يصبر الى المنتهى كن يخلص. امينا م. الى الموت كن امينا ولو حتى قادتك الامانه الى الموت فساعطيك اكليل الحياه ولكن الذي يصبر الى المنتهى فهذا يخلص كويس آه ده كلام الرب يسوع عن الاضطهاد وعن الحياه اللي وده لما نيجي نقرا بقى اعمال الرسل بنجد تطبيق لده بنجد انه ده فعلا اللي قاله الرب يسوع هو فعلا اللي تم مع التلاميذ ومع الكنيسه تاريخ الكنيسه زال بيتم حتى بالزبط. الان تاريخ الكنيسه شاهد بصور مختلفه بصور مختلفة. يعني احنا دايما كلمه اه اضطهاد بتروح للمعنى للشكل الـ يعني الـ اللي هو على طول بيجي على الذهن الطبيعي اللي هو واحد بيتقتل واحد بيتضرب بيت بيولع كنيسه بتتحرق لكن ممكن الاضطهاد في نظره <applause> في, في في يعني في استخفاف باقل صوره هل ده انا بيكون هو رد فعلي معاه هو بحسب بحسب زي ما الرب بحسب قال القانون قال. الدولي لفكره الاضطهاد او البيرسكيوشنز اي تفرقه على اساس الجنس او اللون او الدين م. ما بين انسان واخر يعتبر اضطهاد. يعني يعني جزء من الاضطهاد هي بنسميها ديسكريميشنز اللي هي ان انا بعاملك بطريقه مختلفه بعملك كدرجه ثانيه تفرقه تفرقه يمكن احنا في بلادنا مثلا في مصر عدم وجود مسيحيين في رتب كبيره في الجيش عدم وجود مسيحيين في رتب كبيره في الشرطه عدم وجود مسيحيين يستحقوا أن يكونوا أساتذة جامعة ويستحقوا أن يكونوا مديرين للجامعات ورؤساء للجامعات ورؤساء لأبحاث علمية لكن على أساس ديني بيجنبوا كويس عدم وجود محافظ إلا بالعافية يعني آآ آآ أنه يبقى مسيحي ده كله جزء من الاضطهاد ده كله جزء ده اضطهاد منظم كويس بتقوم بالدولة ضد مواطنين أصليين محبين للبلد واصل البلد دي صور مختلفة بالظبط آه. فممكن بقى يصل الى عنف جسدي آه. ممكن آه. ممكن يصل الى تعذيب ممكن ممكن يصل الى موت ممكن فهو اي نوع من التفرقه مهما كانت آه. ما بين مواطن واخر على اساس اللون والجنس او الدين ده يعتبر نوع من الاتحاد كويس وده يمكن قوانين حقوق الانسان النهارده على مستوى العالم بتحاول أنه الحاجات. تواجه هذه الحقيقه لكن نيجي للعهد الجديد م. اللي هو انا اتكلمت بس عن كلام الرب يسوع م. طبعا تلاميذ الرب يسوع آآ آآ يعني آآ 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 امنوا بكلام المسيح واختبروه وقالوا لنا حاجات بالروح القدس ايضا مشابهه لكده يقول كده في تيموساوس الثانيه جميع الذين يريدون ان يعيشوا بالبر او بالتقوى في المسيح يضطهدون يعني اي واحد عايز اعيش بالتقوى، يعني النهارده روح انت مثلا كموظف او انا كموظف اتعينت مثلا في السجل المدني افترض كويس؟ اتعينت في السجل عايز ابقى امين مش عايز اخد رشوه. عايز اعمل شغل للناس بامانه، مم. عايز ابقى امين صادق. في وقتي صادق. وصادق، مم. عايز ما ارجعش الناس لففها كعب داير علشان اخد انا 100 جنيه ولا 200 جنيه من كل واحد منهم عايز اعيش بالمبادئ دي مم. تفتكر هيسيبوني كم حالة. شكوى هتتقدم فيا ظلما خلال فتره قليله كل يوم كويس ف... فالذين يريدون ان يعيشوا بالتقوى في مم. وسط العالم الشرير بيضطهدوا ده حقيقي يعني دي بس طبقها انا أخذت مثل واحد جدا مم. من الامثال اللي بنعيشها او من الواقع اللي بنعيشه في بلدنا طبعًا. يوميا طبعًا. كل يوم طبعا كويس آه... طب انت مش عايز تدي رشوه وانت مسيحي ومقتنع ان الرشوه غلط بس ورقك عمره ما هيمشي م. يعني يعني في 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 حاجات كتيره في بلادنا للاسف بنواجهها كل يوم عشان كده يجي محك. مثلا في تيموسوس الثاني يقول له ايه؟ فلا تخجل بشهادة ربنا ولا بي انا اسيره، بولس الرسول اسير المسيح، بل اشترك في احتمال المشقات لاجل الانجيل بحسب قوة الله يحتمل المشقات من اجل الانجيل. أو يعني حابب شوية اقف عند اشترك. يعني كلمة ايه؟ اشترك. اوكي. يعني ممكن تتفهم باني انا لازم يعني غاية ان انا انال شرف الاشتراك في انا اللي عايز ده انا اللي بسعى ليه حته يعني انه برضو موضوعنا انه شرف الـ 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 الاستشهاد الفكره هنا انه ما تبقاش خلينا اقولها ايه ما تبقاش جبان وراها دوافع لا خلينا احطها آه. بطريقه اخطر في انسان جريء م. ما يهربش من الموقف الصعب وفي انسان مسميه كاورد جبان يعمل ايه يهرب من مواقف صعبه فيقول له انت كجندي صالح للمسيح ما تسيبش المعركه م. انت عارف انه في المعركه في الام وفي اتعاب كثيره لكن ما تبقاش زي الجندي الخايف اللي بيترك سلاحه وايه ويهرب من المعركه م. فكلمه اشترك في هنا كمل دورك وخش واحتمل المشقات من اجل المسيح آه. لانك انت كجندي صالح للمسيح ما ينفعش انك تسيب موقعك وموقفك من اجل الام بتواجهها في الحياه يعني دي ما ينفعش تتفهم انها دعوه للاستشهاد لا, لا 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 مش دعوه ان انا يعني آه. يعني آه آه لا لا مش عشان دعوه للاستشهاد بتتفهم الحاجات دي بطريقه لا لا لا. مش لا. سليمه طيب معانا اتصال تليفوني آه طبعاً. ناخد اتصال طبعاً. تليفوني آه نهال من انجلترا الو مساء الخير يا اخي بيتر ومساء الخير يا حضرة سيف اشرف ربنا يبارككم اهلا وسهلا نهال اهلا ربنا يبارككم موضوع رائع وانا للأسف سمعت مش كله مش من اوله يعني بس اخذت انه يعني عن الاضطهاد وعن حمل الصليب من اجل مجد الرب فانا م. في مفهوم مغلوط على على حته المرض مثلا انه بنسمع ناس كثيره بتقول ان ده صليبي من الرب ولازم اقبله وبالتالي بتضيع حقها في الشفاء او مثلا جوزي صعب في في المعامله وده برضه صليب من عند الرب فانا نفسي حضراتكم تصححوا هذا المفهوم لما كنتوش اتكلمت عنه في اول الحلقه وعايزه اشكر حضرتك على انك قلت انه الله خلقنا عشان نعيش ليه وليس لنموت له م. وانا عايزه امن واختم على الفكره دي يعني بايه فعلا من الكتاب المقدس تقول ان عشنا فللرب نعيش وان متنا فللرب نموت ان عشنا او ان متنا فللرب نحن م. فاحنا صح. في كل الاحوال بنقدم نفسنا للرب أه وحته ان كانوا ابغضوا سيدنا من قبل فده بقى يجب ان انا اقبل اي كراهيه وأبادلها بالحب لانه الرب اليومين دول بصراحه كده بيعتمد على اولاده وعلى كنيسته الحقيقيه في نقل صورته هو الحقيقيه صح. مش المشوهه مم. فكل صح. واحد منا وكل مشاهد مسيح صغير على الارض يعني لازم يكون رائحة الزكية في كل مكان مم. لازم يكون امين الم... يعني يكون نور لكل ظلمه من حواليه في العالم يكون كلامنا مملح بملح لكي نعطي فيه نعمه للسامعين فانا نفسي حضرتك برضو تقول كلمه تشجيع لحد مم. كان كده بس للاسف يعني بعد ما كان جندي صالح ورائع وكل حاجة ارتبط بأمور في الحياة وبيقول إنها أمور مقدسة مثلا زي شغل زيادة في بلد خارجية عشان أجيب رزق أكتر للأولاد والناس ابتدت بيت باي بيت حتة بحتة تبعد عن الغرض الأساسي اللي الله أوجدنا من أجله فنفسي حضرتك تدي يعني تشجيع ويعني نعمل كده يعني يوترن ونبتدي إن احنا نكون في خطة الرب علشان أمين. بامانه الله منتظر اولاده الحقيقيين ومعتمد ليت على رجاله فمش عايزين نكون اطفال ونخجله وربنا يبارك شكرا اختي نهال بنشكر على مداخلتك. موضوع المرض فعلا ده موضوع كبير جدا ممكن م. يعني أه. نديله مساحات حلقة حلقة. مساحات تانيه من الوقت لكن ممكن بسرعه نجاوب على بالتأكيد. ناس كتير بتقول لك ده صليبي وده من الروب. اه يعني اولا اولا لازم نعرف انه المرض دخل نتيجه الخطيه الى العالم دي اول حاجه يعني تاني حاجه نعرفها انه ليس كل مرض هو نتيجه خطيه في حياتي ممكن نتيجه وهن في الجسد ممكن نتيجه وراثه ممكن نتيجه طبيعة. مجتمع انا عايش فيه مثلا يعني بيشرب ميه في مصر دايما عنده مشكله في الكلى غير اللي قاعد مثلا في كندا او قاعد في انجلترا او قاعد في امريكا يعني يعني المناخ المناخ, المناخ نفسه م. لكن في نفس الوقت نحن نؤمن أن الرب هو شفينا كويس الرب يشفي من كل مرض وأوقات الرب ما بيشفيش مش كل مرض ربنا بيشفيه لكن أنا علي أن أنا أطلب من الرب وأؤمن بإيمان قلبي أن الرب يستطيع أن يشفي لكن لو الرب زي ما بولس عمل مع بولس وقال له تكفيك نعمتي لأن قواتي في الضعف تكمل م. يبقى ده من عند الرب وأكيد لي غرض وأكيد لي هدف لكن ليس كل مرض أيضا ناتج عن عن خطية زي ما طيب. أخت نهال احنا ممكن ناخد كم حلقة عن ده وقت طويل لأنه موضوع كبير حضرتك لكن في نفس الوقت أنا, أنا عايز أشجع م. عايز أشجع أنه المسيحي م. مدعو للحياة من أجل المسيح لأن احنا احنا كنيسه المسيح على الارض يعني إيه كنيسه يعني جسد المسيح الرب يسوع كان موجود على الج... بالجسد على الارض فكان يقول يصنع خيرا ويشفي كل المتسلط عليهم ابليس كان ايضا يرحم و... ويغفر ويقبل و... ويطبطب و... و... ويسند ويعدد وده دورنا احنا كمؤمنين النهارده اه العالم بيضطهدنا لكن عمر اضطهاد العالم ما بيغير من طبيعتنا كمؤمنين لانه لو غير من طبيعتنا يبقى احنا صرنا في ماساه كبيره لكنه العالم وان كان بيضطهدنا زي ما اضطهد المسيح لكن المسيح قال لنا ايضا احبوا اعدائكم باركوا لعنيكم وصلوا لاجل الذين يسيئون اليكم و ودي رسالتنا احنا كمؤمنين م. كجنود عشان كده يقول اشترك في احتمال المشقات اه الانسان المؤمن المدعو من الله اه الابن الله الحقيقي وهو عايش على الارض هنا اه اه يحتمل المشقات احنا كابناء لله بنحتمل المشقات ليس لان احنا بنطلب المشقات لان المشقات موجوده م. سواء اردت او لم ترد هي موجوده وبما انك انت هتبشر باسم المسيح وهتتكلم باسم المسيح فاحتمل هذه المشقات كجندي صالح وده اللي بيقول عليه الرب هو الصليب ان انت م. بتعيش من اجل المسيح ليس الزوجه هي الصليب م. وليس الشغل هو الصليب وليس لكن اي الم بتواجهه في الحياه من اجل المسيح هو دون احتمال الصليب مش من دمن اجل تبعيتك مش من اجل طموحي في الارض واهدافي ولا من اجل أرضية. اختياري انا كشخص و... الغلط ولا ولا من اجل اي حاجه آه. اوكي يعني آه اكمل آه ولا اتفضل. اتفضل. لا اتفضل في تسالونيكي يقول لنا ايه نحن انفسنا نفتخر بكم في كنايس الله كلم بولس الرسول في رسالته بيكلم المؤمنين في تسالونيكي بيقول لهم احنا بنفتخر بكم في كنايس الله من اجل صبركم وايمانكم في جميع اضطهاداتكم بالرغم من الاضطهاد والمعاناه والالام اللي بتمروا بيها الا انكم عندكم صبر وايمان التي تحتملونها بينه على قضاء الله العادل انكم تؤهلون لملكوت الله الذي لاجله ايضا تتالمون يعني مش بمعنى ان انا هدخل السما يعني هي من بره لا 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 مش معناها ان انا داخل ده تاهيل آه. مش معناها ان انا داخل السما على اساس الاحتمال ال الالام آه. لكن ايه اللي يبرهن على اني مؤمن حقيقي؟ ايه اللي يبرهن؟ ايه امتحان الايمان اللي عندي؟ ما هو ده امتحان الايمان كويس؟ اللي إيه يبرهن على انك انت فعلا بتتبع المسيح لما بيجي وقت الضيق المحك وتحتمل الالام بصبر م. م. فتؤهل بمعنى ان انت يعني يبقى الضيق ال ال ينشئ صبرا والصبر يعمل ايه؟ تزكيه تنجح يزكيني فده نجاح مم نجاح وبرهان على انك يعني انت علاقتك مع الرب من علاقه صحيحه مش هرتقي من مرحله الى مرحله اعمق مع ربنا الا من خلال الامتحان بالظبط بالظبط شوف كمان يقول ايه بولس في كورنثوس الثاني يقول ايه مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين مم متحيرين لكن غير يائسين مضطهدين لكن غير متروكين وانا عايز اقول العباره دي لانها جميله جدا مضطهدين نعم كثيرون مضطهدين او مضطهدون لكن غير ايه متروكين انا آه يعني اوقات كثيره مثلا عمرو اديب بعد م. مثلا احداث معينه آه يقول هو الأقباط دول او المسيحيين دول مصنوعين من, ايه؟ فلاس من منين هي هي مش حكايه مصنوعين منين آه هم آه آه بشر ومتألمين وطبعا الرب لا يسمح بتجربه انسان في فقدان ابنه او بنته او عزيز عليه نتيجه حادث من هذه الاحداث الرهيبه اللي بيمر بيها لكن وكانه في وسط الاضطهاد هو الله بيحيطه فعندما يحيطه ها هو بيبقى عنده تعزيه أكبر بكتير من اللي أنت متخيلها واللي أنا متخيلها. وده بيبان في يعني في نفس اللي حضرتك الحلقة اللي حضرتك عنها دي أو الكلام ده اللي كان بيجيبه عمرو أديب كان بيجيب كلام الست اللي جوزها مات في الكنيسة كان ما كانتش بتطلب الإنتقام وما كانتش بتطلب لا القصاص لا ومنهم لله لا ونشوف فيهم تطلب ولا في أي بغضة ولا كراهية ولا ولا روح إنتقام تجاههم كانت بتطلب بالزبط. الخير للجميع وعدم ودي فعلا دي, دي نعمه الرب اللي بديها مم. يعني الله امين لدرجه انه لا يدعنا نجرب فوق ما نحتمل ما نحتمل مم. وبعدين يقول ايه مطروحين اه ممكن نطرح <applause> لكن غير هالكين نحن لا نهلك المؤمن الحقيقي لا يهلك مم. ممكن الجسد يطرح لكن عمر روحه ونفسه ما تنطرح يعني يعني يبقى جامد شوف استفانوس وهو بيترجم كان مشخص عينه نحو السماء كان شاخص يعني اه الجسد مطروح لكنه روحيا مرفوع حاملين في الجسد كل حين اماتة الرب يسوع لكي تظهر حياة يسوع ايضا في جسد لكي تظهر, تظهر حياة المسيح يسوع. في حياتنا ف بولس بيقول أسر بالضيقات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لاجل المسيح لان حينما انا ضعيف فحينئذ انا قوي يعني بمناسبه حضرتك ذكرت استفانوس كان بيدور في ذهني سؤال انه هل اللي حصل له من رجم ومن عذاب وتعذيب جسدي هو ده اللي اهله للشخوص وللمجد لا, لا لا ولا حياته كانت قبل اللحظه دي وقبل المرار اللي حصل له ده إيه. كانت بتشهد لده فبالتالي اهل للمجد لما لما نروح لسفر اعمال الرسل اه كويس و... وبنقرا بدايه عن حياه استفانوس عن اختيار ال... ال... السبعه للخدمه هم حطوا شروط كويس حطوا هذه الشروط قالوا ايها ايها الاخوه سبعه رجال منكم مشهود لهم او الواحده مملوءين من الروح القدس يبقى ده امتى دون قبل ده قبل قبل يعني يعني وهو, وهو وهو موجود في الكنيسه عادي قبل ما يحصل له اي حاجه شاب عادي كويس أه. شاب عادي لكن مشهود له مملوء من, ال... من الروح القدس وحكمه كويس فنقيمهم على هذه ال... 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 الخدمه دي معايير الاختيار فدي... دي المعايير أه. فهو اساسا مملوء من الروح القدس أه. ومملوء من الحكمه أه. كويس وعشان كده عندما اتى وقت الضيق أه. ملؤه بالروح القدس هو اللي كان الظاهر انه بيربطه بمصدر الحياه شخص الرب يسوع بيربطه بالسماء يعني لو افترضنا من عندنا كده ان استفانوس ده مات موت عاديه خالص زي اي حد نايم صحي الصبح الناس اللي حواليه لقوه في سريره كان هيروح فين؟ هيروح السما هيروح السما بالظبط فمش منظر الموت البشعه ده اللي انا عايز اوصل له مش منظر الموت البشعه اتقطع اتحرق اه هي اللي وديته السما هي اللي وديته السما تعاطفا آه معاه يبقى انت عشان حملوا فيك كده يبقى انت في السما حضرتك وضح لنا شويه ممكن نتعاطف طبعًا, طبعا مع مع المنظر او الصعب للموت اكيد لكن أكيد. هل ده معناه انه تعاطفا معاه نديله اللقب ده او الدرجه دي من اللي... لا هو 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 طبعا إيه استفانوس يعتبر يعني اول شهيد في المسيحيه كويس و و إيه حياته وشهادته لما نقرا عن استفانوس م. احنا بنعرف عنه حاجات كثيرة جدا لكن هي النقطه الاساسيه م. انه هو اساسا ابن لله هو رايح السماء على اساس علاقته مع المسيح سواء عاش بقى وكمل حياته على الارض طبيعي او نتيجه ايمانه بالرب يسوع واجه تحديات ومات بالصوره دي م. فهو كده كده رايح السماء م. لكنه موت اثبتت قد ايه هو متمسك مقوي. بالمسيح آه. وقد ايه هو قوي م. وقد ايه ايضا هو وضع حياته من اجل المسيح احتمل ناخد مداخله كمان اكيد معانا الاخ جورج من كندا اهلا بيك اخ جورج سلام الرب يسوع أهلا بيك, بيك جورج أنا بشكرك جدا دكتور أشرف والأخ اللي معك بالنسبة لهالموضوع أنا بس كنت أشارك بدي بال... بفكرة نحن كمسيحيين مؤمنين بالرب يسوع وليس بالاسم فقط طبعاً. آه يتوجب علينا وتتوجب الحقائق والشروط التي قالها الرب يسوع مم. احمل صليبك واتبعني أيه. من آه آه فاللي اريد اقوله انه الشروط المتوجبه علينا انا حتى ولو كان خيي ولو كان لانه لما عطل المثل قال اذا كانت عينك انه تعمل لك مشاكل او تعمل لك شريره او تعمل لك او شريره قرون لك تضع في عنقك حجر الرحى وتلقي نفسك في البحر او تقلعها أم المشكله المشكله هي هي مش بس العين اول لما يخطب حتى الذين حو حولنا يا اخي يا أم الدكتور اشرف لانه الانسان قد يتعثر احيانا في اخيه يتعثر احيانا في 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 اقربائه يتعثر في كل شيء انا ك كمسيحي علي كما قال بولس الرسول انه كل الاشياء اللي انا امتنع عنها هي نعمه وانا تصير لي فرح ونعمه في حياتي انه 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 ابتعد عن الاشياء اللي تكون لي من من اجل الرب يسوع انه انه تعتبر خير انا بالنسبه لي تعتبر نعمه لي، الشيء اللي اريد اشارك فيه شيء ثاني انه الانسان لما يكون لما حكت الاخت عن المرض الاخت نهال انه انا اعتبر من خلال الايه اللي قال ولا تسقط شعره من رؤوسكم الا وباذني حتى والاقباط الابطال الذين سقطوا انا ليس عندي مانع ان الرب عملها كامتحان وليس كالشر ربما يقتل الانسان ولا يقتل الذين استشهدوا يا اخي اشرف كانوا مثالا انا اتمنى لو كنت معا حتى لانه كانت نعمه بالنسبه لنا وتقول كيف الشر يصبح نعمه في اغلب الاوقات لان الحبوب التي تسقط وخاصه اذا كانوا جبابره في الايمان هناك سنابل كثيره سوف تاتي الى يعني. المسيحيه يعني. والمثال الشاهد اليوم صح. كيف العالم لانه الرب يرى هل احيانا عندما ارى انسان مريض ربما في المظهر الخارجي انا اجده انسان كامل وكويس ونظيف وتقي ولكن لا اعلم في القلوب يا اخي الدكتور آه اشرف الرب عالم في القلوب والرب عندما صح. يمتحن يمتحن لسبب فلذلك اريد اقول أي. كل شيء هو من اشكرك اخي جورج وصلت الفكره ووصلت المشاركه بنشكرك من اجل دخلك النقطه يمكن اللي انا اقدر اخدها مم. من كلام الاخ جورج انه اطبقها مثلا على استفانوس بس هو قال كلمه أه كده بس وقفتنا ليه علاقه بموضوعنا اكتر طب اكمل دي؟ طيب اوكي عشان ال... ما انساهاش <applause> ال... النقطه اللي قالها أه... نقدر ناخدها من حياه استفانوس اه اللي حصل لاستفانوس شر مم. القتل شر الرجم الرجل شر الألم شر مم. كويس لكنه عندما حصل هذا مم. ده أثر في شخص فيما بعد صار آه. كان واقف كان واقف وقت له كان بزبط. راضي كان راضي ب, ب... كان ب... شاول بموت راضيا كان شاول راضيا راضيا ف... فشاول ترسوسي كان واقف الحادثه دي اثرت في حياه شاول جابت لنا رسول يعني اه يعني بس كانت خطوه نحو الايمان يعني الايمان الايمان اكتمل مع ظهور الرب يسوع لي لكنه كانت خطوه يعني الحدث ده كان دوبت بالظبط دوبت قلبه شويه وخليته يسال الناس دي فيها ايه؟ ايه اللي جابوه الجبروت ده كله؟ ازاي واحد يبقى متمسك بالمسيح بهذا الشكل؟ فالحادثه زي كده اثرت في حياته يعني حضرتك عايز تقول ان كل ما هو حتى حتى يومنا يومنا هذا حتى اللحظه اللي احنا فيها دي كل اضطهاد او كل استشهاد او كل حد على اسم المسيح ات بيحصل اتقالت له كل... اتقالت بي... اتقالت اباء الكنيسه قالوا قالوها بعباره آه. جميله جدا قالوا ان دماء الشهداء هي بذار للكنيسه اه يعني النهارده لما ننظر يعني الى في ثمار خفيه بالظبط لأ أنا آه. لا انا انا لا انسى هذا ال... هذه الايام انا كنت درست سنتين في كوريا زمان قوي كويس وكان كان استاذي هو واحد من يعني رعاه اكبر الكنائس في في كوريا وفي مره كان بي بيقول لنا انه اللي اثر فيه واللي خلاه يتمسك بالايمان المسيحي انه لما كان يشوف القسيس بتاعه كل اسبوع صابع من صوابعه مقطوعه كان الشيوعيين بيهددوا مم. لو انت وعظت الاسبوع اللي جاي هنقطع صابع من صوابعك فيقف يوعظ الاسبوع اللي بعده يلاقي صابع منهم ايه؟ طار فقال انا الحاجات اللي زي كده دي دي اثرت فيا دي اللي خلتني اعرف ان الايمان المسيحي مم. غالي جدا وانه ايمان فعلا يصمد ويثبت وانه الناس دي عندها حاجات بتختبرها في حياتها تجعلها تحتمل هذه الالام والمشقات من اجل المسيح. فالالام فعلا يعني النهارده آه. لما ننظر الى كنيسه كوريا مم. كنيسه كوريا دي نتيجه الاف من الناس استشهدت مم. بسبب ايمانها بالرب يسوع المسيح وغيره وغيره حتى في الصين وغيره في البلاد ففعلا دماء الشهداء هي بذار للكنيسه فعلا الرب بيستخدمها لانه آه يعني عشان وقتنا بيجري آه. فحابب ندخل على الاستشهاد أوكي. والمعاني الدقيقه ليه. جميل خلاص خليني اجي آه لجزء اخر آه خليني اجيب السلايدز بتاعته هنا آه كلمة استشهاد آه او شاهد م. كويس الكلمة المترجمة اللي بنقولها كش... ك يعني شهيد م. آه هي كلمة ميرتل او بجامل كلمة اليوناني ميرتوس كويس والكلمة اليوناني ميرتوس بتعني لا تعني شهيد يعني ميت لكن تعني شاهد عن الحق يعني يعني كل المرات اللي ترجمت فيها كلمه شهود شاهد هي جايه من الاصل الكلمه اليوناني ميرتوس اجيب لك بعض الشواهد لما الرب يسوع قال للتلاميذ في اعمال 1 8 لكنكم ستنالون قوه متى حل الروح القدس عليكم, عليكم وتكونون لي ايه؟ شهودا شهودا كويس؟ الكلمة دي ها آه دي جاية من أصل الكلمة ميرتوس اللي فوق بتعني شهود شاهد يعني الشهيد هو نفسه إيه؟ شاهد أول حاجة هو شاهد عن شيء ونتيجة شهادته عن هذا الشيء ممكن يموت لأنه بيشهد عن الحق خلي أقول لك كلمة تاني نفس الكلمة استخدمت أيضا لما يهوذا مات والتلاميذ حبوا ياخدوا واحد مكان يهوذا عشان يكتمل عدد التلاميذ فقالوا بعض الشروط بطرس قال بعض الشروط فينبغي أن الرجال الذين اجتمعوا معنا كل زمان الذي دخل إلينا الرب يسوع وخرج يبقى يكون واحد دخل وخرج أيام الرب يسوع معانا منذ معمودية يوحنا إلى اليوم الذي ارتفع فيه عنا يصير واحد منهم شاهدا بقيامته يبقى صفة من صفات الرسول ان يكون واحد موجود مع شاف الرب يسوع من معمودية يوحنا وشاهد ايضا على قيامة من على قيامة الرب يسوع كلمة اللي هنا مورتوريا هي نفسها الكلمة اللي قلت اللي هي ايه شاهد يشهد شهيد شهود كل ده بمعنى واحد كويس ايه اخرى ونحن شهود التلاميذ بيقولوا ونحن شهود له بهذه الامور والروح القدس ايضا الذي اعطاها الله للذين يطيعونه كلمه شهود مارتوريس اهي جاي من كلمه ميرتوس كويس بمعنى ايه بقى لو جيت احب الخصها هقول ان الشهيد بحسب كلمه الله هو الشاهد هو شاهد للمسيح يبقى كلمة شهيد جاي من كلمة شاهد. هو شاهد للمسيح. هو ونتيجة هذه الشهادة الحقيقية عن الرب يسوع بيموت من أجل المسيح. يبقى ما ينفعش أموت من أجل المسيح لو أنا مش عايش حياة الشهادة للمسيح. أو المتمسك بإيمانه بالمسيح حتى الموت. بالظبط. أه. يعني يعني أوقات كتيرة أقول لك، أوقات كتيرة ممكن نموت نتيجة حبنا للديانة. أه. يعني إيه؟ أنا مسيحي تعصب تعصب انت, أنت وفلس. عايش للمسيح؟ لا تلاقيه قاعد على القهاوي بس ما ي... و... وما بيروحش الكنيسة بس حدش يجيب سيرة يعني يعيش على الهاوي ومابيروحش الكنيسة آه. ومالوش علاقة وبيسرق وبي يعني كل حاجة مم. وحشة وبس لما تيجي عند المسيحية يقول لك أنا هموت من أجل المسيحية آه. هو ده مش شهيد ده تدين ده 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 بيموت مم. من أجل دين المسيحية ليست دين الشهيد الحقيقي هو الشاهد قبل ما يكون بيموت بيكون عايش شاهد للمسيح شاهد بحياته وبافعاله وبثماره ونتيجه كل... هذه الشهاده اللي بيعيشها للمسيح هو بي... بي... ممكن يحتمل الموت ويموت من اجل المسيح ده المعنى الكتابي لكلمه شاهد او شهيد وبتكون طوله حياته كلها اضطهاد والام اه يعني آه. يعني هي الفكره زي زي استفانوس استفانوس ما بقاش شهيد المسيحيه قبل ما يكون شاهد للمسيحية مم. هو شاهد للمسيح عاش امين ممتلئ من الروح القدس لذلك وحكمة ونتيجة امتلاءه من الروح القدس وحكمة قادوا دوًا لمواجهة اليهود اللي حكموا عليه بالموت ف ينفعش ان انا أ... أفصل. يعني افصل ما بين الاثنين آه. الشاهد هو ممكن تقوده هذه الشهادة الى الموت فيصير شهيد والاثنين من مم. اصل واحد أجل الجزء اخر أوكي. ودي عباره انا حطيتها مره على الفيسبوك آه. ووجدت قبول شديد من الناس جميل. قلت ان الاستشهاد ليس غايه ان تموت من اجل المسيح ليس غايه نسعى نحوها مم. شوف ازاي ولا وسيلة لغاية يعني مش لان انا عايز اروح السماء واخد اكليل فانا احسن حاجة يبقى انا بذ... بيبقى انا عملت ايه للمسلم يعني ما تركت ايه للمسلم يعني مش حي على الجهاد يعني بيفجر نفسه عشان نروح للحريات مش حي, مش حي على الجهاد <applause> أيوة. يبقى الاستشهاد ليس غاية نسعى نحوها ولا وسيلة لغاية نتمناها أيوة. بل هو نتيجة وده الحاجة م. الطبيعية نتيجة وتمن لاتباعنا للمسيح وسط عالم شرير مم. لانك انت عايش حياه الشهاده مختلف. مختلف عكس التيار فانت العالم هيبغضك في ايه جميله بقى بتعضد ده كله مم. واسيب لك التعليق للختام اتفضل رسول بولس قال ايه؟ لان محبه المسيح تحصرنا مم. يعني انا عايش في محبه المسيح مم. اذ نحن نحسب هذا انه ان كان واحد قد مات لاجل الجميع والمسيح طبعا فالجميع اذا ماتوا وهو مات المسيح مات لاجل الجميع م. لكي يموت الاحياء لا م. لكي يعيش الاحياء هذه النقطة انا وانت كمؤمنين مات المسيح من اجلنا مدعوين لنعيش لاجل المسيح م. ولسنا مدعوين نروح للموت من اجل المسيح لكن نتيجة حياتنا لاجل المسيح ممكن يبقى تمنها الموت فاهلا وسهلا بالموت لانه للحياه هي المسيح والموت هو ربح انا عايش للمسيح هنا لكن ان ان, إن كانت حياتي للمسيح ثمنها الموت فانا احتمل الموت وده اللي بيقوله لكي يعيش الاحياء فيما بعد لا لانفسهم بل الذي مات لاجلهم وقام بشكرك دكتور اشرف على الموضوع الجميل اللي انارنا الرب بيه فكريك. هل انت شاهد هل انت حياتك بتشهد للرب يسوع في حياتك في وسط ألامك في وسط المحكات اليومية في عملك وفي كل ما تواجهه وفي كل يوم بتشهد بحياتك للمسيح فأنت شهيد مش مهم الشكل الأخير مش مهم المنظر اللي هتنتقل بيه من الأرض للسماء لكن الأهم إنك تكون بتتأكد حالا في اللحظة اللي انت عايش فيها دلوقتي وانت في أمان تطمن إنه إيمانك جاهز لمواجهة كل التحديات وكل المحكات الصعبة دي أمين. بتركك في رعاية الرب يسوع المسيح إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من برنامجكم عبر الكتاب رب معكم